السلام عليكم، مرحبا بكم في التمرين رقم 7 من سلسلة تمارين الدالة الخطية والدالة التآلفية. التمرين يقول: حدد معامل الدالة الخطية H في كل حالة من الحالات الآتية. إذا عندنا مجموعة من الحالات، مطلوب تحديد معامل الدالة الخطية. إذا بشكل عام كقاعدة، معامل الدالة الخطية، الدالة الخطية فهي تكتب على شكل hx تساوي ax. إذا المعامل a يتم تحديده، إذا a كتساوي لنا h دو x على x. بطبيعة الحال x ستكون تخالف الصفر، يمكن ليش نقسم على الصفر، وبالتالي ف x يمكن نعوضها بأي عدد إلا الصفر، h دو 2 على 2، h دو الجذر 2 على 2، وهكذا. إذا نبدأ بالحالة الأولى. الحالة الأولى لدينا h دو x h دو صفر تساوي صفر. إذا في هذه الحالة إلى درنا a h دو صفر على صفر غلق صفر في المقام، وبالتالي هذه الكتابة غير ممكنة. إذا هنا لا يمكن تحديد، معامل هذه الدالة. الحالة الثانية h ديال ناقص 1 على 3 تساوي 3. إذن a معامل هذه الدالة، قلنا h دو x على x، في هذه الحالة غادي ندير h دو x، عندنا هي h دو ناقص 1 على 3. إذن h ديال ناقص 1 على 3 على ماذا؟ على العدد اللي لداخل اللي هنا، يعني ناقص 1 على 3. إذن كنعوضوا h ديال ناقص 1 على 3 بالقيمة ديالها اللي هي 3. إذن 3 مضروبة، المقلوب ديال المقام، هو 3 على ناقص 1، أي ناقص 3. ناقص 3 على 1 راهي ناقص 3، إذن تساوي ناقص 9. الحالة الموالية لدينا h دو 5 تساوي ناقص 2 على 3. إذن a تساوي h ديال 5 على 5. كنعوض h 5 بالقيمة ديالها اللي هي ناقص 2 على 3 على 5. إذا هنا خصني ننتبه، إذا ناقص 2 على 3 مضروبة في ماذا؟ مضروبة في المقلوب ديال المقام، المقام عندي 5، إذا المقلوب ديال 5 هو 1 على 5. دائما المقلوب ديال A هو A، هو 1 على A، يعني 1 على ذاك العدد. إذا المقلوب ديال 3 مثلا هو 1 على 3، المقلوب ديال 2 على 5 هو 5 على 2، وهكذا. اذا هنا عندنا جوده، اذا كندير البسط في البسط على المقام في المقام. اذا ناقص 2 3 في 5 هي 15. الحاله المواليه لدينا h ديال جذر 2 تساوي 1. اذا المعامل هذه الداله، اذا هو h ديال جذر 2 على جذر 2. إذا كنعوضوا h ديال جذر 2 بالقيمة ديالها اللي هي 1. إذا 1 على جذر 2. هنا ممكن العدد نرجعو، يعني المقام، لو بغيت نحيد الجذر من المقام فكنضرب الجذر في البسط والمقام. إذا 1 في جذر 2 على جذر 2 مضروبة في جذر 2. إذا جذر 2 وجذر 2 مضروبة في جذر 2 هي جذر 2 أس 2. إذن هي جذر 2 على ماذا؟ على 2. الأس سيبشي مع الجذر سيبقى لنا 2. الحالة الموالية لدينا h ديال ناقص 1 تساوي ناقص جذر 3. إذن الدالة الخطية، إذن a تساوي h ديال ناقص 1 على ناقص 1. إذا كنعوض h ناقص 1 ب
القيمة ديالها. إذا ناقص جذر 3 على ناقص 1 خارج عددا سالبا هو عدد موجب، إذا كتبقى لي جذر 3. الحالة الأخيرة عندنا أش ديال العدد 7 يساوي 1 على 7. إذا الدالة خطية يعني أ تساوي أش ديال 7 على 7. إذا أش ديال 7 كنعوضها بقيمة ديالها اللي هي 1 على 7 على العدد 7. إذا 1 على 7 مضروبة في المقلوب ديال المقام اللي هو 1 على 7، لأن عندنا 7 والمقلوب 7 هو 1 على 7. إذا 1 على 7 مضروبة في 1 على 7، إذا البسط في البسط 1 في 1 1، و7 في 7 كتعطينا 49.